الإنسان ليس ابن الطبيعة فقط، الإنسان فيه شيء يجعله يتعالى على الطبيعة. من قديم قال شاعرنا حكيم: وليس لشيء كامن جوف صخرة سواها أرض ولا سماء. صح؟ والمثل الأجنبي أو القولة الأجنبية الحديثة تقول إيش؟ To a worm in horseradish, the whole world is horseradish. بالنسبة لدودة فجل الخيل، العالم كله فجل الخيل. دودة تولد وتعيش وتموت في إيه؟ في قلب إيش؟ نبتة فجل الخيل. إيش الكون تبعها؟ اليونيفيرس الكوزموس، فجل الخيل. صح؟ هل يمكن أن تتصوروا أن دودة فجل الخيل يمكن أن تفكر في الأجرام السماوية، في الإنسان، في موضوع الخطبة اليوم؟ مستحيل. بالله عليكم، لأجل الحق، لوجه الله، لم الإنسان وهو ابن الكون؟ إحنا ابن الكوزموس، مش مكفينا الكوزموس؟ الكوزموس كله هذا مش مكفينا، بنفكر وراه، صح؟ وبنفكر في منشأه، وبنحط إيه؟ تساؤل بصدد من أنشأه، من أوجده؟ الله. وجبنا عقيدة الله وهي حقيقة الحقائق، كيف توصلنا إليها؟ لماذا؟ لماذا أثرنا المسألة من أصله أصلاً؟ نحن في إيه؟ نحن دودة فجر خيل الكون. ينبغي أن نقتنع إيه بفجر خيل الكون مش أكثر، من ناحية فلسفية. هذا سؤال من أصعب الأسئلة. أنا أعتقد كل من سيفكر في هذا السؤال بعمق حقيقي سيرى أن الإلحاد مش في مهب الريح، على كف عفريت، وذهب به العفريت إلى سابع جزيرة من جزر سندباد، انتهى كل شيء. ليش يا ابن إيه فجر خيل الكون لم تقنع بفجر خيل الكون؟ مش على المستوى العقدي والتنظيري، على المستوى السلوكي والأخلاقي أيضا. شيء غريب، من أجل الله، من أجل الآخرة، من أجل رضاء الله، من أجل إراحة ضميره يضحي نفسه، مرات يضحي أهله، ومن أجل آخرين أغراب عنه، أحيانا من أجل حيوانات. غريب، ما الذي يحصل؟ لماذا يفعل الإنسان هذا؟ الحيوانات عموما لا تفعل، صح ليست عدوانية مثله، لكن ما عند هذه إيه؟ القدرة التضحوية مثله أيضا، بضحى من أجل أولادها، بس مش من أجل إيش؟ الأغارب، وتهلك حالها. الإنسان يفعل. أوه، إذن بدأت الصورة إيش؟ تتضح، بدأ المشهد إيه يتوازن.